بصارة المغربي. بصارة المغربي بيعملوها في المغرب، بيضيفوا لها بسلة وبيعملوها كده بطريقة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض بالخطوات، بس بعد ما نقول المقادير. بصارة المغربي عندي نص كيلو فول مدشوش، استأذنكم البصارة المغربي، ونص كيلو بسلة، او يعني الكمية لو حابين تزودوا او تقللوا برضو تقدروا تتحكموا فيها. وعندنا 2 بصلة كبيرة مفرومة، وعندي كمان نص كوب بقدونس مفروم، ونص كوب كزبرة مفرومة، وملح وفلفل، و5 فصوص ثوم، و4 معالق كبيرة كمون، لا يبقى معلقة معلش كبيرة كمون مش 4 معالق، وعندي 4 معالق كبيرة زيت زيتون. تمام. والتقلية محتاجة عندي نعناع جاف ومعلقة زيت زيتون وفلفل حار مفروم. هقول مقادير مرة كمان، عندي نص كيلو فول مدشوش، وعندي نص كيلو بسلة، وعندي كمان 2 بصلة كبيرة مفرومة، ونص كوباية بقدونس مفرومة، ونص كزبرة مفرومة، وملح وفلفل، و5 فصوص ثوم، وعندي كمان معلقة كبيرة كمون، و4 معالق كبيرة زيت زيتون، والتقلية محتاجة عندي معلقة زيت زيتون عليها نعناع جاف وفلفل حار مفروم. تمام. أول حاجة هنعملها البصارة، هنحط الفول المدشوش اللي احنا نقعينه حوالي مثلا 3 4 ساعات. تمام. نقعاه، غسلاه كويس ونقعاه. الفول المدشوش اللي احنا بنعمل منه الطعمية، واللي احنا بنعمل منه البصارة عادي بتاعتنا العادية اهو. هنبدأ نحطه بالشكل ده. هنحط عليه بسلة. معانا مين؟ معانا أستاذ محمد. الو، تعالوا. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ والله تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، اتفضل. الحمد لله رب العالمين. انا عاوز اعرف ايه؟ عاوز نعرف ام علي. حاضر، عينينا استاذ محمد، هجاوب حضرتك حالا. ماشي يا استاذ محمد، ميرسي لتليفون حضرتك. حطينا الفول، وحطينا البسله، وحطينا الكزبره والبقدونس، الخضره بتاعتنا، عايزين نحط شويه شبت ممكن، والبصلايه. البصلايه على فكره مش شرط خالص ان هي تبقى مفرومه كده، يعني كده كده احنا هنضرب كله في الخلاط، فمش فارق معايا البصلايه تبقى مفرومه. الثوم ممكن نحطه صحيح، يعني الكلام ده كله ممكن نحطه صحيح، مش لازم يبقى مفروم او متقطع تقطيع معينه، لان كل ده هيدخل في خلاط بعد كده. هحط عليهم شويه كمون، معلقه الكمون، شويه الفلفل الاسود، الملح بتاعي، ممكن نحط مكعب مرقه لو حابين، او ملح زي ما انتوا كده ايه شايفين. خلاص. وهحط عليه ميه مغليه، الميه المغليه عندي هنا، احط عليه ميه مغليه، وهسيبه يستوي مع بعضه لحد ما الفول يستوي ويبقى طري هو والبسله خالص. خلاص. يبقى انا حطيت ايه؟ حطيت الفول المدشوش، حطيت البسله، حطيت الخضرة المشكلة عندي، سواء بقى بقدونس كزبرة، ممكن احط شبت لو حابين، انا هنا حاطة كزبرة وبقدونس، وحطيت كمان عليهم الكمون والملح والفلفل. تمام. حطينا بصلتين حلوين كده متقطعين اي تقطيعة، مش فارق معايا خالص يبقوا مفرومين ازاي، و4 5 فصوص ثوم عليهم، حتى برضو لو صحاح ما عنديش مشكلة خالص. تمام. هسيب ده يغلي لحد ما يوصل للمرحلة دي. بصوا ده بعد ما استوى، الاتنين جنب بعض اهو، بصوا شايفين شكله ده؟ قبل ما يغلي هيبقى عندي بالشكل ده بعد ما يستوي اهو. الفول عندي استوى وبقى بيتكسر خلاص معايا، استوى خالص، اتسلق خالص، مع الخضرة، مع البسلة، مع كل الحاجات اللي احنا حطيناها من بصل لثوم للكمون والملح والفلفل. ده شكله قبل ما يغلي، وده شكله بعد ما يستوي. خلاص. هجيب بقى الخلاط. تمام. وهضرب ده في الخلاط. عشان كده انا قلت لكم مش فارق معايا خالص يبقى تقطعته ازاي، لان كله هيتضرب في الخلاط، فمش فارق معايا خالص. تمام. امسح كده بس الخلاط بتاعي.
فرق اي تقطيع كله هيتضرب في الخلاط. انعم كله. مع بعض كده. لحد ما ينعم خالص. وقوامه بقى لو حسيته تقيل شوية ممكن اخففه بشوية مرقة وشوية مية. اهو. بصوا. معانا هاجر. اهو. بصوا ده شكله. ازيك يا هاجر؟ الله يسلمك. عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا استاذه اسماء؟ الحمد لله يا حبيبتي كله تمام. انا بحبك جدا والله. تسلمي لي يا رب. انا كمان والله بحبكم جدا. اتفضلي. ممكن نسال عن طريقه الكشري؟ طريقه الكشري، الكشري المصري ولا الكشري اللي هو بالعدس الاصفر؟ لا الكشري المصري. حاضر حاضر هقول لك طريقته وان شاء الله نعمله. انا كنت عاملاه في حلقه بس قديمه شويه، ان شاء الله نعمله في حلقه كامله مع بعض لان هو خطواته يعني طويله شويه ونبقى حابين ان انتوا شايفينها من الالف للياء. حاضر يا حبيبتي. تمام؟ طيب انا عندي هنا رجعتها تاني في الحله تاخد غلوه، خلاص؟ وهي بتاخد غلوه هقرب عندي النعناع والفلفل الحامي والزيت. هحط كده شويه زيت. زيت زيتون، تمام؟ بالشكل ده كده. واول ما يسخن معايا هنزل بالفلفل الحامي. طبعا الفلفل الحامي ده ينفع نبدله بفلفل رومي عادي جدا براحتكم على حسب ما انتوا حابين تحطوا ايه. الناس اللي مش بتحب الحامي تقدر تستبدله. اهو عليه نعناع جاف. معانا حد؟ احنا ممكن خلاص هنا نبدأ نغرف البصارة بتاعتنا اهي. بصوا دي التقلية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، ريحتها تحفة والنعناع ريحته فظيعة. تمام بقت كده جاهزة معايا. تعالوا بقى نغرف البصارة بتاعتنا اهو. هجيب الطبق بتاعي كده هنا واحطها واغرف البصارة بتاعتي جوه كده. هني عمل لنا حركات وليمون وفلفل وبتاع. ماشي اهو كده. بصوا القوام بقى بتاعها، حابين تخففوه شوية حابين تتقلوه شوية براحتكم. انا شايفة كده قوامها حلو قوي، كمان لسه بتبرد فبتقوم تقلنا شوية كمان، فيعني كده قوام حلو قوي، وسط ولا تقيل ولا خفيف، معقول جدا. خلاص. والنعناع بقى الجاف مع شوية الكمون اللي احنا حاطينهم تحت ده مش قادر اقول لكم بجد هتدي طعم في منتهى الجمال. اهو كده تمام. ننضف بس الطبق كده. معانا شهد. اه ازيك يا شهد؟ ازيك يا شيف عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام كله زي الفل. قولي لي. كنت عايزه اسال حضرتك عن منسف البيت. حاضر يا حبيبتي هنزل لك مقادير عينيا. ماشي. حاضر يا شهد. ماشي يا حبيبتي ميرسي. بصوا اهو كده الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهبدا احط عليه التقليه اللي احنا عملناها. انا بس هديها تسخينه كده شويه عشان تفك كده. حط لها شوية زيت. اهو. عليها الفلفل الحار والنعناع الجاف، معلهاش حاجة تاني. بص شكلها في منتهى الجمال بجد. اهو. هديها بس تسخينة تانية قبل ما انزل عليها. اهو. التقلية دي اختياري، حابين تحطوها حابين تشيلوها مفيش مشكلة، بس هي النعناع الجاف بيدي يعني بيدي طعم حلو قوي مع البصارة مع زيت الزيتون كمان زي ما انتوا شايفين اهو كده. تمام. هبدأ بقى احط كده
عليها بالشكل اللي انت شايفينه ده كده، بس كده طعمها بجد يعني هتدعولي لو جربتوها، حلو جدا منتهى الجمال. يبقى احنا حطينا ايه؟ حطينا قدامنا اهي زي ما انتم شايفين، حطينا الفلفل المدشوش، حطينا عليه البسله، حطينا عليها البصل والثوم والملح والفلفل والكمون، وحطينا شويه خضره مشكله، كزبره وبقدونس، ولو حابين تزودوا شبت تمام براحتكم. وكل ده سيبناه يغلي على النار مع بعض لحد ما استوت البصاره، دخلتها ضربتها في الخلاط، وبعد كده رحت مرجعاها تاني في الحله عشان تغلي غلوه، وعملت التقليه بتاعتي، شويه زيت زيتون عليهم، فلفل حار او ممكن رومي زي ما انتم حابين، بشويه نعناع، وحطيتها فوق الوش زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام، دي كده البصاره المغربي بتاعتنا عملناها.